أهلا فيكم من جديد. يمهد قرار مجلس الوزراء على مشروع ترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، والذي يشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإطلاق حزمة من التنظيمات لعموم القطاع العقاري وتحويله إلى قطاع يخدم الاقتصاد ويدعم التنمية الإسكانية من خلال التوسع في تشييد المساكن وتعزيز التنافسية لفئة جودة المساكن وأسعارها. خلونا نتابع هذا التقرير، بعد ذلك سيكون حديثنا عن رسوم الأراضي البيضاء. يأتي قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لينضم لسلسلة القرارات الداعمة والموجهة لقطاع الإسكان، حيث يعتبر هذا القرار هو الحل الأمثل لفك احتكار مساحات شاسعة لم تستغل من الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، مما يسهم في ضخ مزيد من الأراضي السكنية وإحداث توازن في جانبي العرض والطلب. ويواكب مشروع الضريبة جملة من الخطوات التي تعيد هيكلة القطاع العقاري، ومن ذلك الموافقة على تأسيس هيئة عقارية ومشروع بناء 1,500,000 وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص من المطورين. ويقدر عدد الطلب على المساكن من الأسر المقيدة ضمن برنامج الدعم السكني والصندوق العقاري 1,300,000 أسرة مستحقة. وطالب المختصون بضرورة إيجاد نصوص نظامية تحدد مفهوم الأراضي البيضاء وماهيتها وبشكل يمنع من التحايل على قرار فرض الرسوم، حيث إن بعض الملاك قد يلجأ إلى الالتفاف على قرار الرسوم بتغيير معالم هذه الأراضي بشكل وهمي عن طريق الإيهام بأنها لم تعد أراض بيضاء، كإيجاد بعض المنافع الوهمية فيها أو وضع بعض المعدات أو البناء الوهمي، وذلك للتهرب من تكييفها على أنها أراض بيضاء، حسب ما أفاد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن حمود العنزي لصحيفة الرياض. كما يتوقع المختصون عن قرب الإعلان عن تأسيس هيئة حكومية للقطاع العقاري ضمن منظومة الهيكلة الجديدة للقطاع، ستحقق نقلة نوعية وتنظيم يحمي جميع المستفيدين من المستهلكين والمستثمرين. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا في الاستديو الكاتب في صحيفة الرياض الأستاذ خادر بيش، كذلك سينضم معنا بعد قليل على الهاتف الأستاذ سلمان بن سعدان المطور العقاري ورئيس مجموعة سلمان بن سعدان العقارية. أستاذ خادر حياك الله معنا. أهلا وسهلا. تابعت التقرير، يمكن يعني تنبؤات كثيرة حول موضوع يعني فرض الرسوم على الأراضي البيضاء على النقاط اللي بيحتوي عليها التشريعات فيما يتعلق به الموضوع، لكن خليني أتكلم عن هالفترة الآن. الفترة تقييمك للوضع بشكل عام، البعض يشوف أنه والله في توجس في السوق، يعني ما بين إقدام أو إحجام على موضوع الشراء أو موضوع البيع، في ركود في العملية العقارية عندنا بشكل كبير، والبعض يعيلها بشكل كبير إلى موضوع الترقب لقرار رسوم البيضاء، وش رأيك؟ طبعا ما صدر الآن بالنسبة لقرار رسوم الأراضي هي سياسات عامة تحدد هذا الإطار وتنظيم يرسم ملامح هذا النظام، تم توجيه به المجلس الشورى. مجلس الشورى لا أعتقد أنه سيغير كثير في هذا الموضوع، خصوصا أنه الأشياء الرئيسية مثل المساحات والأقيام إلى حد ما تم تحديدها. الأهم في الموضوع أنه لجنة وزارية برئاسة معالي وزير الإسكان ستتولى وضع التوجهات العامة لهذا التنظيم وهذه الرسوم، بمعنى الرسوم عندما اقترحت في الأول كانت ستطبق على كل المملكة من أولها إلى آخرها، من أقصاها إلى أدناها، صغيرها وكبيرها. التنظيم الحالي بالنسبة لرسوم الأراضي أتى ضمن باكج، يعني الحقيقة مجلس الاقتصاد والتنمية تبنى رؤية تقدمية جدا جدا لحل مشكلة السكن. الهدف الرئيسي أنه ليس الهدف من الرسوم هي الرسوم أو تحصيل الرسوم أو الضريبة من الناس أو الملاك، أقصد تحديدا ملاك الأراضي، ولكن الهدف الرئيسي حل مشكلة السكن. وبالتالي عندما تكون هذه الأرض حجر عثرة أمام حل هذه المشكلة، مشكلة السكن، سيطبق عليها الرسم، مع أهمية وجود حزمة من التنظيمات والمحفزات لملاك هذه الأراضي مثل التمويل، معامل البناء، مركز موحد
في وزارة الإسكان للمطورين، التوسع في قضية البيع على الخارطة، كل هذه الأمور ما راح تترك عذر للملاك الأراضي. وبالتالي اليوم أي أرض داخل النطاق العمراني، تحديدا داخل الأحياء السكنية، تحديدا داخل الأحياء السكنية ذات الكثافة السكانية، يعني هذه أولويات التنظيم سيطبق عليها ما لم يبادر صاحبها إلى فرض هذه الضريبة. مثل ما تفضلت سيد خالد، الآن إيش الوضع؟ أعتقد أول ما صدر هذا الموضوع، موضوع الرسوم، قبل 6 أشهر بالضبط، ومجلس الاقتصاد والتنمية أعطى الجهات المعنية بهذا الموضوع 6 أشهر للانتهاء من هذا التنظيم، وبعد ذلك رفع المجلس الشورى. أعتقد أنه كثير من الملاك إذا صحت التسمية استوعب الصدمة في هذا الموضوع، موضوع أنه فعلا أصبح هناك رسوم للأراضي. ملاك الأراضي الكبيرة خصوصا الخام، أنا أعتقد أنهم يعني ما أقول في ورطة، ولكن في توجه الحقيقة إما أن يقوم بالبيع أو يقوم بالتطوير. التوجه للتطوير هو هدف الحكومي، هو الهدف الرئيسي أو الأساسي نحو تحقيق مشروع وطني أكبر، وهو بناء مليون ونصف وحدة سكنية خلال 5 سنوات جاية بالشراكة مع القطاع الخاص، مو الحكومة اللي تقيمها حد. طيب أنا أستاذنك مع اتصال هاتف مع الأستاذ سلمان بن سعدان. أستاذ سلمان حياك الله معنا. يا هلا وسهلا، حياكم الله. يا هلا، خليني أخذ رأيك في هالموضوع، يعني بالتحديد يعني يمكن كان لك وجهة نظر سابقة فيما يتعلق بالرسوم الأراضي البيضاء، وأنه ما في إشكالية في فرض الرسوم، لكن في المقابل يجب أن يكون هناك دعم للمطور العقاري، تسهيلات في الفسوحات على سبيل المثال، المخططات وإقرارها، أمور كثيرة. هل أنت ما زلت عند أو عند وجهة النظر هذه؟ في الواقع أشكر أول شيء بداية الروتانا على تحت فرصة لي. نعم أنا ما زلت عند كلمتي، لأنه إحنا إذا حبينا ننظر بنظرة شمولية فلن يحل مشكلة السكن قرار واحد من جهة واحدة فقط، هي لازم تكون القرارات حزمة قرارات متكاملة تحل الإشكالية، ومنها فرض الرسوم، زايدا على ذلك يا طويل العمر تسهيلات للمطورين، وهذا اللي لمسناه الواقع من المعلومات والأخبار اللي جاتنا مبدئيا. هيكون فيه مركز، يعني من أفضل الحلول اللي سمعتها أنا شخصيا اللي هو المركز المطورين، اللي حيكون نواة لهيئة الإسكان، يعني حيسهل على المطورين، حيقدم لهم المحفزات الكافية للدخول في عملية التطوير. أعتقد حيبقى عندنا نوع من ممارسين العمل العقاري اللي هم المطورين، حيبدأ يبرز دورهم أكثر، وهذا أعتقد اللي الدولة الآن تسعى خلفه، لأنه إحنا في حاجة إلى إلغاء أو التقليل من المضاربة في العقار في شراء وبيع الأراضي، والتوجه إلى التطوير. في الواقع التطوير يحتاج إلى دعم، يعني منها التمويل، منها تسهيل العلاقة والإجراءات مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة، أمثال الأمانات والكهرباء والمياه، كل هذه حزم يعني محفزة. فإذا توفرت إن شاء الله حيكون فيه نجاح كبير بمشيئة الله لعملية. طيب أنا بسأل بهالجزئية أستاذ سلمان، يعني إن أذنت لي، بس لنفترض إن شاء الله طبق يعني الرسوم على الأراضي البيضاء، وش بيكون وضع المضاربين اللي كانوا يضاربون يعني بالأراضي، وبالتالي هذا من الأشياء اللي ساهمت في أن ترتفع أسعارها، وهل يمكن باختصار أنه يتحول المضاربين هذول إلى مطورين؟ والله تحول المضاربين إلى مطورين يحتاج إلى آليات، ويحتاج إلى خلفية ومعرفة وخبرة وممارسة سابقة، ولكن أنا أعتقد المضاربين حيتغير توجههم في السوق، فيبدون يدخلون في عمليات أخرى أو في طرق أخرى، لأنه من طبع الدنيا كلها الحياة بشكل عام مجبولة على التغيير، يعني في تغير مستمر، فأي أي شخص ما راح يكون يعني يكون متماشي مع التغيرات هيكون حيخرج خارج السوق، فبالتالي لازم الواحد يكون قارئ للسوق، مستبق له، ويجهز نفسه. ما هي صعبة أن الواحد يتحول إلى مطور، ولكن هي يبغى لها أساسيات لازم تكون متوفرة عنده، ومفاهيم
وفي نفس الوقت يكون فيه تواجد تحالفات مع جهات أخرى تتكامل معه بحيث أنها توصل الفكرة. يعني العملية بدأت تدخل في نوع من الاحترافية أكثر والاستعداد النفسي والمعنوي والمادي بحيث أن الواحد يحقق نجاح إن شاء الله ويدخل في عملية التطوير ويساهم في بناء الوحدات المكانية المطلوبة. شكراً لك أستاذ سلمان بن سعدان المطور العقاري ورئيس مجموعة سلمان بن سعدان العقارية. خالد أبي تعليقك على كلام أستاذ سلمان، يعني في جزئية أنه يمكن حتى المحنة الموضوع المضاربين اللي عندهم مساحات كبيرة داخل النطاق العمراني، وطبعا الاحتفاظ فيها من باب انه حرص على يعرفون العقار على المجال، لانه يعني ما في خساره فكذا السعر ستزيد. انت تتوقع وش بيصير وضعيتهم؟ انت قلت في شكلهم في ورطه قبل شوي وثم تراجعت ما بيقول بورطه، لكن وش تتوقع بيصير؟ هل يمكن يعني نشوف تحالفات جديده؟ احنا هدفنا في النهايه توفير مساكن ونتقل الاسعار يعني بطريقه او باخرى. بالتاكيد احنا في قراءاتنا الاقتصاديه خالد ما نبحث عن الاثاره او التصيد في مواقع معينة. عندما نتحدث أنه أصحاب أو ملاك بعض الأراضي سيكون في ورطة، نحن نقصد هذا الموضوع أنه لديه مساحات ضخمة جدا بالملايين. هذه الأمور أو هذه المساحات من الصعوبة جدا الدخول في عمليات تطوير، مش لصعوبة التطوير بحد ذاته ولكن لإيصال الخدمات اللي هي المياه والكهرباء. يعني تخيل وزارة الإسكان في شمال الرياض قطعة شوط طويل جدا حتى بس فقط توصل شبكة الكهرباء، إيصال الكهرباء وهي جهة حكومية. بالتالي هذه المساحات الكبيرة يعني ما هي قضية أنه إحنا نجيب شركة من برا، شركة مقاولات، شركة أجنبية حتى تقوم بهذا الموضوع. إحنا نتكلم على بنية تحتية صعبة، ولذلك اليوم رسوم الأراضي تركز بشكل كبير جدا على الأراضي اللي داخل الأحياء السكنية، لأنه هذه ما تحتاج شيء، يعني فيها كل الخدمات. وعندك الأهم موضوع المرافق، مدارس، مستشفيات. طيب عندنا إحصائيات مساحات الأراضي اللي داخل نطاق كل ما ذكر من إحصائيات غير دقيقة. مش الدقيق؟ طيب هل في دراسة دقيقة؟ الدقيق أنه ما سوف تقوم به وزارة الإسكان من خلال اللجنة الوزارية في عملية تحديد الأولويات للإحتياج. بمعنى اليوم هل الإحتياج في الرياض مثل الإحتياج في عرعر على سبيل المثال؟ بالتأكيد أن الإحتياج بالرياض رقم واحد، وبالتالي سيكون العمل بالدرجة الأولى في الرياض كمرحلة أولى كتحديد تطبيق الرسوم. ثم يكون هناك مثل الدراسة المسحية للمدينة بالكامل، تحديد المناطق ذات الكثافة السكانية واللي تتواجد في داخلها مساحات محددة يحددها النظام فيما بعد، يعني ممكن تكون 50,000 20,000 30,000 5,000 10,000 يحددها حسب الاحتياج داخل هذا الحي السكني. ومن ثم أنت يا مالك هذه الأرض أمامك المحفزات 1 2 3 4، رغبت بالتطوير أهلا وسهلا، ما رغبت في التطوير أمامك طيب الضريبة. خليني لما نقول أنه قد يكونون يعني ما بعد أفاقوا من الصدمة أصحاب الأراضي البيضاء ذات مساحة شاسعة واللي داخل بالتحديد النطاق العمراني، البعض يقول أن البعض سيلجأ للتحايل على هذا النظام، يعني سواء بتجزئة بعض الأراضي أو بطريقة أو بأخرى. أنت وش رأيك؟ كل أمر وارد فيه التحايل، أي نظام أي تنظيم يصدر وارد جدا التحايل، ولكن إلى متى؟ ممكن شهر، شهرين، سنة، سنتين؟ في النهاية وش طرق التحايل تتوقعها؟ طيب خلينا نفرض خالد اليوم أنه قطعة معينة مساحتها مثلا 20,000 داخل حي سكني صاحبها ابتكر أكثر من أسلوب للتحايل على هذا الموضوع. أنت على المدى المتوسط، مش على المدى البعيد، أنت على المدى المتوسط كتوجه لوزارة الإسكان ضخ مزيد من الوحدات السكنية، وبالتالي فيما بعد لن يكون لهذه الأرض قيمة عالية جدا. يعني صاحبها ستكون عبء عليه إذا لم يبادر بالتطوير خلال المرحلة المحددة والاستفادة من المحفزات. يعني احنا على المدى لا نتوقع انه هذه الأسعار يعني تستمر على المدى البعيد في هذا الموضوع. أضف إلى ذلك انه مثلا قد لا تطبق رسوم او لا تكون رسوم عالية للأراضي الخام الكبيرة اللي حوالينا المدن، لكن هذه فيما بعد لن يكون لها قيمة في حال أنه وصلنا إلى مرحلة التوازن في ضخ وتوفير وحدات سكنية من خلال حزمة المحفزات اللي تطلقها وزارة الإسكان. طيب بلس الرسوم. طيب كان في تصريح عندكم في صحيفة الرياض لوزير الإسكان وكان في تفاعل كبير مع هذا التصريح، يعني مسألة أنه نحتاج إلى مشاركة مع القطاع الخاص ووجود عرض وطلب حتى يكون في توازن، وهذا هيسهم في توفير وحدات سكنية. البعض يمكن ضايقوا هالتصريح، يعني الوزارة حتى وربطها
بتاريخ وزارة الإسكان والصورة الذهنية عند البعض اللي ودهم يشوفون نتائج للوزارة. بدأت هي تبني ثم الآن بدأت يعني تطور وتوزع أراضي، والآن كأنه في سياسة جديدة جاي يعني المعالي الوزير ماجد الحقيل يريد أن يعني يرسخها. فأنت إيش رأيك؟ هل قرأت التصريح بالناحية إيجابية ولا شفت؟ أتوقع أنك شفت حتى التفاعل اللي كان موجود مع التصريح. أولا التوجه للقطاع الخاص خالد ما هو توجه وزارة الإسكان. الملك سلمان الله يطول بعمره في القرار في الخطاب الملكي الشهير بعد تولي الحكم أوضح بالنص أن القطاع الخاص شريك في التنمية. القطاع الخاص شريك في التنمية، لا يمكن اليوم يكون هناك تنمية كبناء كتوسع في تجارة كتوسع في صناعة إلا بدعم القطاع الخاص. القطاع الخاص غدا هو المستقبل لأولادنا وأبنائنا في التوظيف. القطاع الخاص هو المستوعب للقوى البشرية. القطاع الخاص هو المحرك الاقتصادي المقبل. فبالتالي اليوم عندما نؤسس لثقافة الكره، الثقافة السلبية، الثقافة غير الإيجابية عن القطاع الخاص بالعموم، هذا أمر ما يتوازن مع بالإسكان. الناس عندهم ليش الصورة يعني السلبية تجاه القطاع الخاص؟ نتفق الأسعار المبالغ فيها للوحدات السكنية. نتفق خالد، نتفق أن هناك أسعار مبالغ فيها، أن هناك استغلال، أن هناك اكتناز للأراضي، أن هناك ممارسات خاطئة في القطاع الصناعي، أن هناك ممارسات خاطئة في القطاع التجاري، أن هناك، ولكن يجب أن لا نقف عند الصور السلبية ونستمر في إعطاء لون واحد لهذا القطاع بالكامل، لأن هناك بعض الممارسات السلبية. القطاع الخاص كشراكة مع وزارة الإسكان هو الكفيل. طبعا أنت تحط اليوم ضمانات وتحط شروطك ثم بعد ذلك تبدأ بالعمل وتطلب من هذا القطاع أن يوفر وحدات سكنية بجودة وبأسعار تتناسب مع حجم الدعم السكني اللي يقدم للمواطنين من خلال وزارة الإسكان. طيب أخيرا بسألك عن موضوع القرض المعجل، ويمكن حتى كان معنا قبل قليل مقال لهاي الشمبري حول الموضوع وذكر انه يعني انه نموذج يمكن الرأس المالي الرأسماليه اللي تتلاعب بحياه البسطاء. كان في موجه انتقادات كثيره لفكره القرض المعجل وانها اشبه ما تكون مسكنات، ويعني من قبل وزاره الاسكان وبالتحديد بصندوق التنميه العقاريه. انت ايش رايك؟ يعني هل تتفق مع من انتقد يعني الذهاب للعمليه التمويليه وبالتالي يعني نتيجتها ستكون ربما الأسعار تبقى على ما هي عليه ومبالغ فيها، ولا لا ترى أنه لا يعني في وجهة نظر أخرى تقف في المنتصف؟ مجلس الشورى قبل عدة أيام وجه في إحدى جلساته صندوق التنمية بتسريع تسليم قوائم الانتظار اللي هم 450 ألف قروضهم. فالصندوق الآن أمام الرأي أمام القطاع الحكومي وتحديد مجلس الشورى عليه ضغوط بتسريع هذا الموضوع. صندوق التنمية بعد ما تحول الآن إلى مؤسسة مالية، واحدة من أهم الأسباب هي قلة التدفقات الحكومية كدعم ميزانيات لهذا الصندوق لإقراض المواطنين في هذا الموضوع. عندما يلجأ الصندوق إلى شراكة مع المؤسسات التمويلية بطرح هذا القرض، وبعض ما كتب عن هذا القرض خلال الفترة الماضية غير صحيح وقد يتضح الأيام الجاية تثبت هذا الموضوع. عندما يدخل بشراكة هو لتفعيل هذا الموضوع، هو ليس إجباري، هو لمن يرغب من قوائم الانتظار خصوصا اللي بيحتاج 4 أو 5 سنوات الاستفادة من هذا الموضوع. لكن الخيارات الكثيرة اللي يتيحها الصندوق أو الوزارة هي نوع من الشراكات مع القطاع الخاص، من يرغب فيها أهلا وسهلا، من ما يرغب فيها. الأهم عند الحديث عن الأسعار خالد اليوم قضية الرسوم واحدة من أهم، يعني هي اللي بتكون السد الحقيقة على المدى المتوسط والبعيد لأي تلاعبات يمكن أن يستغلها البعض في موضوع رفع الأسعار. لأنه الفترة الجاية هي فترة تطوير، فترة ضخ، وإن شئت فترة إغراق للسوق في الوحدات السكنية. شكرا لك سيد خادر بيش الكاتب في صحيفة الرياضة، يعطيك العافية. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لكم.